أقيم تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه حفل الافتتاح الرسمي لكرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي بجامعة سابينزا الإيطالية، حيث أناب جلالته سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي لحضور حفل التدشين. وأكد مسؤول الجامعة في الحفل الذي أقيم بالعاصمة الإيطالية روما على أهمية المخرجات التي يحققها الكرسي الأكاديمي في نشر ثقافة التسامح وتعزيز مبدأ التعايش والتحاور، وشددوا على أهمية الكرسي في إيجاد أرضية مشتركة لنشر الوعي ومحاربة التطرف، مؤكدين أن الفكرة تعكس الرؤى الحكيمة لجلالة الملك المفدى في نشر ثقافة الحوار وقيم التعايش. يشار إلى أن كرسي الملك حمد يضم 3 مستويات هي درجة البكالوريوس في التاريخ والعلوم الاجتماعية والأديان، ودرجة الماجستير في دراسة الأديان، ودرجة الدكتوراه في الأديان والتأملات الثقافية. ومن المتوقع أن ينضم للكرسي الأكاديمي 250 طالبا وطالبة للدراسة العام القادم، كما أن جامعة سابينزا تضم أكبر جالية من الطلبة والأساتذة الجامعيين في أوروبا، إذ يوجد بالجامعة 120 طالبا وطالبة و3500 أكاديمي و11 كلية و63 قسما و81 برنامجا. هذا وحضر الاحتفال الدكتور خالد بن خليفة الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وبيتسي ماثيسون الأمين العام لمجلس أمناء المركز، رئيسة جمعية هذه هي البحرين، والبروفيسور رياض حمزة رئيس جامعة البحرين والوفد المشارك في الاحتفال، حيث يوجد بالجامعة 120 ألف طالب وطالبة. تم بفضل الله تدشين الرسمي لكرسي جلالة الملك حمد الذي سوف يناقش ويبحث ويدرب كثير من الأمور التي تمس الحياة البشرية بصعيد عام، وهو يعبر عن البعد الحضاري لتوجيهات جلالة الملك حمد التي تركز على أولا أهمية الحوار، التعايش، التسامح، المحبة، وكذلك علوم الأديان. هذه الأمور أمور مهمة جدا جسدها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على أرض الواقع في مملكة البحرين. فعلى ضوء توجيهات جلالته يوجه أن تهتم وزارة التربية والتعليم بهذه القيم في مناهجها، وفعلا تم أخذ هذه التوجيهات بكل اهتمام وأصبحت نبراسا لوزارة التربية والتعليم. فنجد في مناهجنا تم تعزيز هذه القيم الإنسانية التي تتناسب أيضا مع سمعة مملكة البحرين واهتمام جلالته حفظه الله ورعاه بأن يغرس في الأجيال وفي فكر الأجيال أهمية التسامح والتعايش. واليوم انتقلنا إلى مرحلة أخرى على الصعيد الدولي، وهذا أيضا علامة بارزة في الجانب الأكاديمي الدولي في هذه الجامعة العريقة اليوم.